احتضنت المسالك الجبلية ضواحي مدينة أمزميز نهاية الأسبوع منافسات النسخة السادسة للحاق أمزميز الدولي، وشارك في هذه التظاهرة الرياضية أزيد من 600 مشارك ومشاركة جاءوا من العديد من دول العالم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للمغرب. تريل أمزميز المنظم من طرف شركة تريل ماروك وترانس أتلاس سبور مانجمنت جعل المتسابقين يتنافسون في مسافات مختلفة ومروا خلالها عبر مسارات شاقة ومناظر طبيعية خلابة اكتشفوا عبرها جانبا من جمال المملكة المغربية. وبعد يومين حافلين بالتباري أكد الأبطال المغاربة علو كعبهم وحققوا الفوز. وفي ختام التنافس تم توزيع الجوائز والميداليات على المتوجين في مختلف المسابقات، والأكيد أن الجميع خرج مقتنعا بحسن التنظيم وجمال المسالك والمناظر الطبيعية بمنطقة أمزميز.